وأنت تشاهد هذا الفيديو الآن، هناك حوالي 20 بركاناً يثور حول العالم. وبينما كانت بعض هذه القمم البركانية تنفث سحباً من الرماد بشكل مستمر لأشهر في كل مرة، استيقظ البعض الآخر للتو. ربما لم تكن على علم بهذه الإحصائيات البركانية قبل بدء الفيديو، لكن تخيل لو ظهر مثل هذا المنظر المرعب من نافذتك الآن أمام عينيك. على الأرجح قد تضطر إلى الهرب بعيداً قدر الإمكان كي تتجنب الحمم المتساقطة الساخنة وسحابة الحمم البركانية القاتلة. لكن في الواقع، في يوم من الأيام قد لا يكون هناك مكان للهرب إليه. أحصى العلماء 1532 بركانا على سطح الأرض على الأقل في الوقت الحالي. لحسن الحظ، خلال فترة الوجود البشري بأكملها كان 600 منها فقط نشطاً، ينفجر 160 بركاناً كل عقد تقريباً، مع ثوران حوالي 50 بركاناً آخر سنوياً. لحسن الحظ، معظمها عبارة عن براكين صغيرة نسبياً ولا تسبب ضرراً كبيراً. ولكن إذا قرر أحد هذه الجبال النارية الأكثر روعة وإعجابا أن يعمل بكامل طاقته، صدق أو لا تصدق، فإن الكوكب بأكمله قد يجد نفسه في مأزق. من بين هذه البراكين الضخمة التي تهدد الأرض ما يسمى بجبل ميرابي أو جونونونغ ميرابي بالإندونيسية، والذي يعني حرفيا جبل النار. يقع هذا البركان الأكثر نشاطاً في إندونيسيا في الجزء الأوسط من جزيرة جافا، ويبلغ ارتفاعه حوالي 3 كيلومترات. هذه القنبلة الموقوتة، على الرغم من أنها لم تنفجر في الوقت الحالي، فإنها تستمر في إطلاق الدخان طوال اليوم كل يوم لتذكير المستوطنات القريبة بوجودها وقوتها التدميرية. كل بضع سنوات يتحول جبل النار هذا إلى جحيم متصاعد، مما يؤدي إلى إتلاف أو تدمير المدن والبلدات المجاورة. واحد آخر من هذه البراكين التي يحتمل أن تدمر الأرض من الجزء الأوسط من قارة أمريكا الشمالية، وتعرف باسم بركان يلوستون. اندلع هذا البركان الضخم 3 مرات فقط على مدار تاريخه، وكانت آخر مرة منذ حوالي 630 ألف عام. وفي كل مرة ينفجر فيها يتسبب في حدوث كوارث هائلة تزعج العالم. على مر العصور انهارت القمة وخلقت حفرة عملاقة في الأرض فوهت بركان عظمى تعرف الآن باسم يلوستون كالديرا، يتراوح عرضها من 50 إلى 70 كيلومتر. في التاريخ الحديث تم إنشاء أول حديقة وطنية في أمريكا لتشمل المنطقة الجميلة والمذهلة بأكملها. إنها بالتأكيد أشهر حديقة وطنية في الولايات المتحدة، وهي معروفة في جميع أنحاء العالم. يأخذ كل من المنتزه والبركان اسمه من نهر يلوستون الذي تقع منابعه داخل حدود المنتزه. ولكن في الوقت الحالي لا يزال بركان يلوستون الخامل يشكل تهديدا هائلا للبشرية حتى اليوم. في حالة حدوث ثوران بركاني له، ستكون الولايات المتحدة الأمريكية مدمرة تماما، وستصبح نصف الولايات الأمريكية مدفونة تحت الرماد، وسيتم تدمير الكثير من النظم البيئية، وستنهار اقتصاديات العالم. سيكون الأشخاص الذين يستمتعون بالسفر والانتقال إلى مدن وأماكن جديدة أكثر من سعداء للاستقرار بالقرب من جبل فيزوفيس الواقع في خليج نابولي، وذلك لأن كل ثورة لبركان فيزوفيس تتضمن هجرة فورية إلى مدينة أخرى. في الوقت الحاضر يقال إن فيزوفيس نائم، لكن لا تدع ذلك يخدعك. كما أنه لا يزال يعد أحد أخطر البراكين في العالم، حيث يعيش أكثر من 3 ملايين شخص في مكان قريب منه. ولكن لأنه نائم، يجب أن ينتقل لقب مدمر المدينة إلى نيراغونغو على الأقل في الوقت الحالي.
ما زال جبل نيراغونغو جبل النار في القارة الإفريقية وبالتحديد في حديقة فيرونغا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ثار بركان جبل نيراغونغو 34 مرة منذ عام 1882 مع استمرار النشاط لعدة أشهر وربما لعدة سنوات في بعض الأحيان. هذا البركان رائع لأن فوهته تحتوي على بحيرة حمم نشطة. في عام 1977 انهار جزء من فوهة البركان وانفجرت الحمم الساخنة بداخله، حيث كان التيار الناري يتحرك بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة يلتهم ويحرق ويدمر كل شيء في طريقه. امتلأت الحفرة مرة أخرى بعد فترة وجيزة، لكن العلماء والمهندسين تمكنوا حتى الآن من منع تسرب حمم بركانية جديدة. للأسف قد يكون الأمر خطيراً، ولكن لا تزال بحيرة الحمم البركانية أعلى جبل نيراغونغو تبدو جميلة جدا ورائعة، وإن كانت الصحوة البركانية الفائقة يمكن أن تجلب كارثة عالمية، ماذا يمكن أن يحدث إذا اندلعت جميع البراكين على كوكبنا الجميل في وقت واحد؟ إن حدث يوم القيامة البركاني المتزامن مثل ما نتخيله سيؤدي إلى عواقب وخيمة، حتى إن الانفجارات النووية المتعددة قد لا تتطابق معها. من الواضح أن الزلازل المصاحبة وتدفقات الحمم البركانية ستسبب بالفعل أضراراً جسيمة، لكنها لا تقارن بالتهديد المزدوج الرماد والغازات البركانية. في ظل مثل هذا السيناريو سترتفع طبقة من الرماد في الغلاف الجوي وتمنع أي ضوء شمسي تماماً من الوصول إلى الأرض. سيستمر هذا الظلام لمدة 10 سنوات، مما يعني عدم وجود عملية التمثيل الضوئي وموت جميع النباتات وانخفاض درجة الحرارة إلى مستوى حرج. بالطبع لا تسد كل البراكين الغلاف الجوي مثل تلك الموجودة في هاواي هي مثال جيد. لقد أطلقت تيارات صغيرة من الحمم البركانية، ومع ذلك فإن أكثر البراكين نشاطاً وأكبرها وأقواها سيغطي قارات بأكملها بالرماد في غضون ساعات. ولكن هل هناك أي شيء يمكننا فعله بشأن الغازات البركانية؟ الغازات عبارة عن مزيج ممتلئ من حمض الهيدروكلوريك والهيدروجين وكبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكبريت. قلب جيداً وأضف الماء، وستحصل على أمطار حمضية تلوث كل مياهنا الجوفية وكذلك أسطح جميع محيطاتنا. ستؤدي التغيرات في تكوين الماء إلى موت الشعاب المرجانية والرخويات، مع احتمال اختفاء السلسلة الغذائية بأكملها في النهاية. قد تعتقد أن فرصة حدوث شيء كهذا ضئيلة للغاية، ومن غير المرجح أن يحدث هذا، لكنها ليست مستحيلة. كشف تحليل مقارن للتكوينات الصخرية الرسوبية القديمة أن الاختفاء الجماعي لحيوانات ما قبل التاريخ كان بسبب الانفجارات البركانية المتعددة. لحسن الحظ قرر علماء البراكين من جامعة ريدفورد في فيرجينيا أن مثل هذا التطور غير محتمل، ولكن إذا حدث ذلك فلن يكون هناك أحد تقريباً لتقييم الضرر. سيحاول كل من بقى منهم فقط أن يبذل قصارى جهده للبقاء على قيد الحياة. ومع ذلك حتى ثوران بركاني منفرد يمكن أن يؤثر سلباً على الغلاف الجوي، ومن الأمثلة الحديثة على ذلك بركان جبل بيناتوبو في الفلبين، والذي اندلع في عام 1991، وهو أحد أقوى الانفجارات على الأرض خلال القرن الماضي، حيث أدى إلى انخفاض درجة الحرارة بمقدار 0.6 درجة مئوية، وتسبب في حدوث انفجار في ثقب الأوزون. لحسن الحظ حتى الآن لا يوجد شيء يشير إلى أن هذا النوع من الكوارث سيحدث مرة أخرى في أي وقت قريب. الحقيقة هي أن البراكين الأرضية ليست سوى نسبة مئوية صغيرة من العدد الإجمالي للبراكين على كوكبنا العزيز.
يعتقد العلماء أن حوالي 80% من جميع الانفجارات البركانية تحدث تحت محيطاتنا، معظمها بعمق آلاف الأقدام، ويصعب جداً اكتشافه. على الرغم من ذلك، اكتشف علماء الجيوفيزياء من جامعة تكساس مؤخراً بركاناً هائلاً في قاع المحيط الهادئ. هذا البركان قادر نظرياً على تحويل سطح الأرض بأكمله إلى انفجار ضخم. يقع هذا البركان على مسافة 1500 كيلومتر من الساحل الشرقي لليابان. إذا نظرنا إلى المنطقة التي يغطيها البركان، فيمكننا أن نطلق عليه بحق أكبر بركان على سطح كوكبنا، بل في النظام الشمسي بأكمله. يصل قطر الحفرة إلى 625 كيلومتراً، وتبلغ قاعدتها مساحة ضخمة تصل إلى 160 ألف كيلومتر مربع. يطلق على هذا البركان الوحشي لقب تامو ماسيف، ويقول علماء البراكين أنه نائم منذ أكثر من 140 مليون سنة. لكن هناك أمر واحد واضح، إذا انتهى نوم تامو فالحل الأفضل لنا جميعا هو العثور على كوكب آخر للعيش فيه. لحسن الحظ بالنسبة لنا، اعتبرت البشرية مؤخرا المريخ منزلا بديلا، ملاذا محتملا لنا جميعا في حالة انتهاء العالم بفعل الكوارث الأرضية، بما في ذلك البراكين. لكن هناك مشكلة صغيرة واحدة، أو بالأحرى يجب أن أقول مشكلة كبيرة. يطلق على أطول بركان في النظام الشمسي بأكمله اسم أوليمبس مونس، ويصادف أنه يقع على الكوكب الأحمر. يبلغ ارتفاع هذا العملاق أكثر من 26 كيلومتر، ويمتد قطره لمسافة 540 كيلومتر. من الناحية الافتراضية، لا ينبغي أن يكون التغلب على قمة أوليمبس مونس بهذه الصعوبة، نظراً لانحدار الجانبين برفق. أوليمبس مونس هو بركان تشكل في ظروف تشبه إلى حد ما ظروف الشمعة الذائبة. تدفقت تيارات الحمم البركانية أسفل المنحدرات، وتجمدت هناك مراراً وتكراراً، مما أدى باستمرار إلى زيادة المساحة الإجمالية للكتلة الصخرية. أظهر تحليل الصور من مسبار المريخ بالولايات المتحدة الأمريكية أن ذروة نشاط الجبل الناري حدثت منذ فترة تتراوح بين 20 و200 مليون سنة، عندما كانت الديناصورات لا تزال تجوب الأرض. ومع ذلك، فإن أحدث آثار النشاط على الجبل يبلغ عمرها حوالي مليوني عام فقط. هذا يعني أن أوليمبس مونس قد لا يكون منقرضاً، بل هو بركان نائم، وإذا استيقظ مرة أخرى من سباته فسيكون حدثاً تاريخياً في نظامنا الشمسي. لفهم مدى ضخامة أوليمبس مونس حقاً، دعنا ننقلها إلى سطح الأرض لمقارنتها ببعض معالم الأرض. المنطقة التي يغطيها مماثلة لتلك الموجودة في جميع الجزر البريطانية، أو إذا نظرنا بطريقة أخرى فإن ظله فقط سيبتلع جبل إيفرست تماما، وفي الحجم الحقيقي يترك إيفرست في الغبار، مما يجعل أعلى جبل على الأرض يبدو وكأنه نوع من النتوء الصغيرة في الأفق. إن أوليمبس مونس كبير جداً، لدرجة أنه كل ما يمكنك رؤيته هو المنحدر السلس الذي يختفي وراء منحنى الأفق. من المستحيل فعلياً أن تشاهده كله من الكوكب نفسه. لا يمكن رؤية الكتل الصخرية بأكملها إلا من المدار. لذا إذا كنت تريد أن تترك رسالة لبعض رواد الفضاء، فإن منحدرات هذا البركان هي المكان المثالي لإرسالها، على الأقل حتى تغطيه بعض تدفقات الحمم البركانية الجديدة. ومع ذلك، لا يزال من السابق لأوانه القلق بشأن ثوران بركان آخر على عكس الأرض. لا يحتوي المريخ على صفائح تكتونية،
هذا يعني أن أوليمبس مونس يمكن أن ينام بعيداً لفترة طويلة جداً. ولكن إذا حدث ثوران في أحد الأيام وكنت تعيش هناك، فسوف يلقي بظلاله على الشمس حرفياً. إذن تبين أن المريخ غير مضياف أكثر مما تخيلناه، فسيتعين على العلماء التفكير ملياً ولفترة طويلة في الخطة باء. ما رأيك؟ إلى أين يمكن أن تنتقل البشرية؟ أو إذا لم نتحرك، فكيف يمكننا التكيف مع عواقب مثل هذه الكارثة؟ لذلك إذا أعجبك الفيديو فامنحه إعجاباً واشترك في قناتنا. دمتم في أمان الله.